لي هلا. يعني هو فقد عظيم بلا شك، صلاح زميل رائع وزميل جميل، ولا أستطيع أن أزيد أكثر من الزملاء المحيطين به. يعني تكلم عنه بشكل إيجابي وبشكل يقدم صلاح بصورة هو أهل لها بلا شك. لكن أنا أقدر أقول عنه إنه رجل أكثر من لطيف في التعامل، لطيف جدا. يمكن أحمد وأشكر للزميل الفنان حسن عسيري إنه عرفني عليه وهو صغير جدا، وهو لسه في الرياض، لم ينتقل بعد إلى جدة. قال لي: أنا عندي لك هدية، أبغى أعرفك على واحد كأنه أنت، يعني تتعامل مع الشخص كأنه نفسك. قال لي: صلاح مخارج. قلت له: أعرف الاسم وأقرأ له. قال لي: لا، أعرفك عليه مباشرة علشان تحس إنه الرجل هذا مختلف. فعلا التقيت بصلاح لما رجع على جدة من 25 سنة تقريبا، والتقينا يعني كأصدقاء قبل زملاء عمل. حسيت إنه ميكر، يعني من اللي يصنعه صناعة، يعني جورناليست ميكر، مو عادي، يعني مش إنه صحفي بس، إنه يصنع جو صحافي جديد، يصنع أيضا أو يساهم أيضا في صناعة الفنانين والمواهب وكذا. يمكن تقريبا توافقت رؤانا مع بعض. حسيت إنه فعلا صلاح صديق، وأهدافنا واحدة، وبدري من بدري إنه صديق جدا، وأهدافنا واحدة، ونعمل من أجل إحياء الصحافة الفنية بشكل جميل، وبشكل يترجم تفوق الصحافة السعودية على المستوى العربي في فترة ما.